السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه الشيف صلاح البتني قبل ما نبدا لا فيديو تاعنا اليوم ما تنسوش تصليو وتسلموا على رسول الله لأفضل افضل الصلوات اسكو جربتو من قبل بسبوسه بذوق الشوكولا ولا لا, لا اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه بسبوسه بذوق الشوكولا مع شوقة الجزائريين على بالي كامل تحبوا البسبوسه التقليديه اللي بذوق الفانيلا ولكن اليوم جبت لكم هذه الطريقه متاكد راح تعجبكم وراح توليو مدمنين عليها كما راكم تشوفوا مشربه للقلب بزاف بنينه وهذاك الكاناش راح يزيد يعطيها بنه على بنه ما بقى نقول الفيديو من الاول الاخير مشاهده ممتعه للجميع نبداو بالشربات اول حاجه في كاسرون ندير زوج كيسان نتاع الماء بيكون بارد عندي كاس غربع نتاع السكر وعندي ملعقه تاع الكاكاو حاولوا ديروا الكاكاو نوعيه تكون جيده نخلطوا هاد المكونات جيدا نحطوها على النار نخليوها حتى تغلي نحسبوا لها خمس دقائق نطفيو عليها النار من جهه اخرى بالنسبه للبسبوسه واش نحتاجوا فيها في ريسيبيون نجيبوا ربع حبات نتاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه قرصه تاع ملح عندي ايضا نص كاس نتاع السكر سكر عادي سكر كريستاليزي نخلطو مليح بالفويح حتى نحسو إنو السكر تاعنا ذاب نضيفو نص كاس نتاع الحليب الحليب ايضا يكون برد ونخلطو جيدا نزيدو نص كاس نتاع الزيت زيت نباتي بطبيعه الحال ونخلطو ايضا جيدا عندي كاس نتاع السميد اللي يكون متوسط سميد يكون متوسط مو شرقيق ومو خشين يكون متوسط نخلطو جيدا ايضا عندي ايضا نص كاس نتاع نواة كوكو نواة كوكو اللي هنا راح يعطيها بنه ما نحكي لكمش عليها وعندي ايضا زوج ملاعق نتاع الكاكاو كما قلت لكم كاكاو حاولوا تخيروا نوعيه تكون جيده ونضيفوا ايضا اربع ملاعق نتاع الفارينه نضيفوا ايضا كيس خميره كيميائيه حاجه اللي نسيت باش نديرها تحذف لي المقطع هي زوج ملاعق شوكولا اوبتيلا اترتيني واللي يحب ما يديرش ما يديرش ولكن هي راح تزيد كي ديري لها زوج ملاعق نتاع شوكولا اوبتيلا راح تزيد تعطيها واحد لا روعة الا هنا كما كنتو بعد ما تحصلنا خلطنا هذوك المكونات كامل نجيبو بلاطو المقاس تاعو 30 على 20 دهنتو بلا مارغارين وفرغت هذاك الخليط كامل انتم اذا حبيتوا البسبوسه تاعكم تجيكم شويه هابطه لانه انا جاتني بزاف خشينه وانا صراحه ما نحبش البسبوسه كي تكون خشينه بزاف حاولوا ديروا بلاطو يكون اوسع شويه باش تجيكم ما تجيش طالعه بزاف من بعد لهنا كما كنت شوفوا الفرن على 180 درجه مده نصف ساعه شعلنا لها من تحتها كي شفناها نشفت طفيت عليها النار ثقبتها بكوردون عود ثقب ومن بعد هذاك وهي سخونه وهذوك الشربات اللي خدمناهم بردين نضيفوهم على هذيك البسبوسه ونخليوها تشرب في عقلها حاولوا تشربوها مليح لانه بنتها كي تكون مشربه بالبيض عندنا هنا الشيكولا تاع الكلاصاج انا استعملت شوكولا نوار باش ما تجينيش حلوه بزاف ما ديروش شوكولا بالحليب ديروا هذه شوكولا نوار درت 200 غرام نتاع شوكولا نوار قطعتها بتي مورسو باش كي نذوبها ما تطولليش ليه ليه الذوب وجبت لهنا الميزان ودرت الميزان للصفر وجبت لاكريم فريش انا نستعمل هنا فونديليس ولا محترف اللي تكون لا ماتير غراس تاعها 35% خمسة وثلاثين بالمئة المهم تكون أكثر من ثلاثين درت لهنا مية وخمسين غرام ميتين غرام شوكولا سوداء و وخمسين غرام شوكولا او آه عفوا لا كرام فريش نحط حطيتهم في حمام مائي ولا في الميكرووند ولا تحبوا تسخنوا لا كرام فريش ومن بعد باش تصبوا هذيك الشيكولا هذا يرجع لكم المهم نخلط جيد حتى نذوب لي الشيكولا ونتحصل على قوام اللي يكون متجانس من بعد لهنا راح نفرغوا ذاك الكاناش على الوجه تاع البسبوسه تاعنا كما كنت تشوفوا الكاناش تاعنا راهو سائل نوعا ما يعني حتى البسبوسه راح تزيد تشرب من هذا الكاناش وفي نفس الوقت من بعد كي تخليوها في المطبخ حاولوا ما تحطوهاش في الثلاجه ولا في الموجة ما تخليوها في المطبخ تبرد في عقلها جوست كي تبرد هذيك هذاك الكاناش راح يولي يحكم روحو يعني موش راح يقعد سائل من بعد لهنا قبل ما نخليوها تبرد باش ما يحكمش هذاك الكاناش جيبوا لنا بيستاج تحبوا ديروا الكاوكاو تحبوا ديروا لانو... لانوا كوكو عفوا كيما تحبوا التزيين راهو اختياري خليت انا بردت في المطبخ كيما كنت تشوفوا الكاناش راهو جوست حاكم روحو كي شتا حكمت روحها راح نجيو لهنا نقطعوها أه بالنسبه للتقطيع لكم الاختيار تحبوا ديرها هذه لوزونج الشكل لوزونج تحبوا ديروها مربعات مستطيلات هذا يرجع لكم انا قطعتها على شكل مربعات متوسطه في الحجم وايضا بالنسبه للتزيين باش ديال الحبه تاعنا يعني شابه في العين زدت لها لي سيريس كونفي درت لهم كل وحده درت لها نص وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بسبوسه والله العظيم غير ماكمش راح تندموا عليها صراحه نجربوها بهذه الطريقه ومتاكد راح تعجبكم صراحة البسبوسة اللي مالفين ما نخدمها بنينا مش مش بنينة بصح هذه ابن سيرتو كاع جات مشربه وبذوق الشيكولا سيرتو للمحبين ذوق الشيكولا اذا هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم نتمنى انها تنال اعجابكم اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا تاعنا اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جيم لي اسفل لا فيديو واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تاعي ما نقول لكم شهيتكم بالصحه ما تنساوش دعموني في الانستغرام اللي كنتو تشوفوا في اسفل الشاشه ما تنساوش تابوني في الانستغرام ما نقول لكم تهلاو في رواحكم نتلاقاو في عد اخر مع وصفه اخرى والسلام عليكم